طاب مساءكم مشاهدينا، واهلا بكم الى حلقه جديده من برنامج حدث اليوم الذي نسلط فيه الضوء على ابرز الاحداث لهذا اليوم. والبدايه بالعناوين. العنوان الاول من نووي ايران وفي التفاصيل. واشنطن تتحدث عن امكانيه العوده للاتفاق النووي قريبا وتربط ذلك بقدره طهران على اتخاذ قرار سريع. تركيا عنوان ثاني وفي التفاصيل. بعد جفاء طويل وأزمات، شوش أوغلو وزير خارجية تركيا في السعودية الأسبوع المقبل. لبنان عنوان ثالث وفي التفاصيل. مع اقتراب العتمة، لو دريان يفاوض على بصيص نور وترجيحات تميل للمزيد من التعقيد. ليبيا قصتنا الرابعة وفي التفاصيل. الوقف ووكالة تيكا ذراعا القوى الناعمة التركية تحت المجهر، وتوصيف المرتزقة يخرج شوش أوغلو عن صمته. البرنامج النووي الإيراني يتزايد، وسلوك طهران الإقليمي في المنطقة أصبح أكثر عدائية. مسؤول أمريكي كبير قال إن إيران لديها صورة واضحة للعقوبات التي ترغب أن ترفع عنها، لكن لسنا في المرحلة النهائية من المحادثات. وذكر بأن وتيرة المحادثات مع إيران يجب أن تتسارع إذا ما رغبت الأطراف في العودة إلى الاتفاق، مضيفا أن هناك مجالا لتفاهمات حول عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي في الأسابيع القادمة. المسؤول الأمريكي أشار إلى أن جولات المفاوضات ساعدت في بلورة الخيارات الموجودة أمام واشنطن وطهران، مؤكدا أن البرنامج النووي الإيراني يتزايد وأن سلوك طهران الإقليمي في المنطقة أصبح أكثر عدائية. كما أوضح المسؤول الأمريكي أن العودة إلى الاتفاق النووي مصلحة قومية أمريكية إذا امتثلت إيران. تصريحات المسؤول الأمريكي نوه خلالها إلى نقطة العودة إلى الاتفاق النووي، وقال إنها مرتبطة بسرعة اتخاذ طهران للقرار، ملوحا في السياق إلى أن هناك إمكانية العودة إلى الاتفاق النووي قبل الانتخابات، فيما علق على التزامات إيران ضمن الاتفاق النووي، حيث قال إنها لا تفعل الكثير لاستئناف هذا الاتفاق. مسؤول أمريكي أيضا أكد أن الجولة القادمة من المفاوضات مع إيران ستحدد ما إذا بقيت مطالب الأخيرة غير واقعية، مشيرا إلى أنه لم يتفق على أي شيء حتى الآن خلال المفاوضات مع إيران بشأن الاتفاق النووي. هذا المسؤول الأمريكي رفيع قال أيضا للحدث إنه إن لم يتم الاتفاق على أي شيء مع إيران في فيينا، أو لم يتم الاتفاق على أي شيء حتى هذه الساعة، كاشفا بأن إيران تقدمت بمطالب غير واقعية في فيينا، داعيا إياها إلى الموافقة على الخطوات اللازمة للعودة إلى الاتفاق النووي. التطورات المتعلقة بالمفاوضات النووية إلى جانب أيضا التطورات المتعلقة بالمنطقة نناقشها كلها مع ضيفنا من واشنطن السفير جون بولتون مستشار الأمن القومي السابق. سعد السفير مساء الخير، أهلا بك معنا على شاشة الحدث وفي برنامج حدث اليوم. سأبدأ مع حضرتك من هذه الأخبار التي نقلناها قبل قليل عن مسؤول أمريكي رفيع، فيما فهم بأنه يرمي الكرة بشكل كامل في الملعب الإيراني على اعتبار أنه ما زالت إيران تفرض شروط غير واقعية، ولكن باب التفاهمات ما زال مفتوحا. بحسب قراءتكم أنتم لهذه التطورات،
ماذا يمكن أن يفهم الآن من النتائج حتى هذه الساعة بمفاوضات فيينا؟ لأنه من الواضح جدا أن إدارة بايدن تريد العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني الذي كان في فترة أوباما وكان خطأ كبير، ولكن أعتقد أن المفاوض الإيراني يرى ذلك الخطأ. وبالتالي فإن المسألة مسألة تعتمد على أن الولايات المتحدة تحاول أن تعود إلى الاتفاق، لكن هذا يجعل إيران تطلب بتنازلات حول العقوبات وغيرها قبل الوصول إلى طاولة التفاوض. أعتقد أن هناك إخفاق وأن أمور كثيرة لن توقف إيران من الحصول على السلاح النووي وتحقيق أي مآرب لها ومآرب للنظام الإيراني. وأعتقد أن إدارة بايدن في فترة صعبة من التفاوض، وبالتالي فهي ليست بالقصة اللطيفة. طيب، التنازلات التي تطالب بها إيران هي موجودة منذ اللحظة الأولى بمفاوضات فيينا، وأيضا المسؤول الأمريكي تحدث عن أنه إيران لديها صورة واضحة للعقوبات التي تريد أن ترفع عنها، رغم أنه ليست المفاوضات بمرحلتها النهائية. ولكن هذه التنازلات البعض يقول أنه الولايات المتحدة مدركة لها منذ اللحظة الأولى، وبالتالي هي مستعدة لأن تقدمها. برأيك أليس من المطلوب فعلا تقديم تنازلات للتمكن من الوصول إلى أي اتفاق ينوي الطرفان الوصول إليه؟ أعتقد من وجهة النظر الإيرانية الأمريكية لا أعتقد أن هناك تنازلات، فالنظام الإيراني أوضح أنه ليس لديه أي قرار استراتيجي بالتخلص من السلاح النووي. يريدون إعفاءات من العقوبات الأمريكية والتي فرضت من بعد خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، وبالتالي هم مستعدين لتقديم تنازلات ليس لها جدوى بالنسبة للبرنامج النووي. وبالتالي هذا كان نهجهم على مدى عقود، وبالتالي لا يريدون التعامل مع المسألة الرئيسية التي هي فحوى الاتفاق النووي ل 2015، وهو فيه لا يوجد فيه أي قدرات نووية، وبالتالي فإن أي تقنيات حتى لو كانت لحلفاء الولايات المتحدة فإننا نصر دائما على أن الدولة لا يمكن أن يكون لديها تخصيب لليورانيوم، وبالتالي يمكن أن نعطي بعض المستلزمات لإيران، لكن أي تنازلات قد تجعل الأمور أكثر سوءاً. طيب، ما الذي يعني يمكن الآن فعله من الجانب الأمريكي في هذه المرحلة بعد أن كانت قد بدأت المفاوضات وبعد كل هذه الجهود كذلك والمحاولات من أطراف غربية أخرى للعودة إلى طاولة المفاوضات؟ ماذا يمكن للولايات المتحدة أن تفعل في هذه المرحلة مع محاولة إيران رفع فعلا شروطها ومطالباتها بتنازلات أكبر؟ للأسف إن السبيل الوحيد لإحداث الفرق هو أن يكون للولايات المتحدة رئيس جديد، وهذا يحتاج إلى أكثر من 3.5 سنوات. سيكون جدل كبير داخل الولايات المتحدة بين الكونغرس والرئيس إن قامت الولايات المتحدة بالعودة إلى هذا الاتفاق وتفكر بأن يكون لها مشاركة فيه، وبالتالي فإن الاتفاق سيكون أمر غير مقبول بسبب أن الدستور يطلب ثلثي
مجلس كي يتم هذا الاتفاق، إلا أن لدينا انتخابات رئيسية في 2024 وكل مرشح يرفض هذا الاتفاق، وإن كان هناك جمهورية في 2024 فإن من الأمور الأولى التي سيقوم بها هو الانسحاب من الاتفاق مجددا لأنه بجوهره خطأ، وهذه مشكلة ستسبب الكثير من الإرباك حتى وإن عاد بايدن، إلا أنه قضية سياسية كبيرة في الولايات المتحدة ذات أهمية كبيرة في دول الخليج والشرق الأوسط بشكل عام. البعض يقول أنه الانسحاب من الاتفاق النووي الذي حصل لدى إدارة الرئيس ترامب الرئيس السابق هو التصرف الخطأ بتلك المرحلة والذي أدى إلى تصاعد في سلوك إيران وأدى إلى ما أدى إليه بسلوكياتها بالمنطقة وليس العودة إلى هذا الاتفاق. سيد بولتون، كيف ترد على هذه الاتهامات؟ إن إيران غيرت سلوكها في المنطقة بعد التقديرات و 150 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة. هذه الأصول كانت تمكن إيران من تطوير برنامجها النووي وتدعم الإرهاب في المنطقة كالحوثيين في اليمن وحماس وحزب الله في قطاع غزة ولبنان، وبالتالي فقد مولت الكثير من النشاطات لقوات القدس في إيران وسوريا وغيرها من دول المنطقة، وبالتالي فهذا مكن إيران من الدخول في سلوك مستفز، وبالتالي فإن فرض العقوبات الأمريكية وضع ضغطا كبيرا على النظام. وبوسيل القول أن اليوم الدعم للنظام الإيراني أقل من أي وقت سابق منذ ثورة 79، وهذه مسألة رئيسية، فهذا يهدد بقاء النظام. لذلك هناك يأس للحصول على إعفاءات من هذه العقوبات. طيب، يعني حضرتك تحدثت عن أنه الانسحاب يعني ساهم بوضع إلى حد ما حد بسلوك إيران بالمنطقة، ولكن البعض الآخر يقول أنه بخلال السنتين وثلاث سنوات الماضية كان في تطور كبير من ناحية سلوك إيران، كان في محاولة كما ذكرت بالملف اليمني، محاولة سيطرة كاملة إلى جانب ما شاهدناه بالعراق ونشهده ما زلنا حتى هذه الساعة من هجمات على قوات أمريكية إلى جانب قوات عراقية، وما نشهده بلبنان من تعطيل سياسي من جانب ميليشيات تابعة لإيران. وبالتالي سياسة الضغط القصوى وإن ربما ضغطت داخليا إيرانيا لكنها لم تضغط على سلوك إيران بحسب ما يقول البعض. هل تحاول إدارة بايدن الآن احتواء إيران بهذه الطريقة من خلال العودة إلى الاتفاق، أو أن السلوك ليس محسوب من ناحية الإدارة الأمريكية الحالية؟ إن إخفاقات سياسات ترامب لم تكن عدم الضغط، بل هي لم تضع الضغط الكافي، وأعتقد أن كثير من دول المنطقة تتفق مع ذلك. فلإيران أجندة لزيادة وتوسيع سيطرتها ونفوذها من على مناطق مثل العراق وصلتها بالنظام السوري وحزب الله في لبنان والسيطرة على منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي استغلت الحوثيين لمهاجمة ليس الولايات المتحدة بل دول المنطقة الحليفة، وبالتالي هذا هو الأمر المهم. وهذه ليست لأن الولايات المتحدة خرجت من الاتفاق، بل لأن هناك من يمول هذه الطموحات الإيرانية
بسبب رفع تجميد الأصول التابعة لأفراد من النظام، وبالتالي إن إيران تهدد الأمن والسلام في العالم، وحتى نتعامل مع هذا بشكل كاف فإنه سيبقى تهديدا بالتعامل معهم هو ليس لمراداتهم، بل لابد من الضغط عليهم أكثر. بالفعل، ما هي الضغوط القصوى الأخرى التي كان يجب فرضها أو ما زال يجب فرضها على إيران حتى تغير من سلوكها؟ ما الذي تقصده حضرتك؟ أعتقد أنه ضغط اقتصادي أكثر، والنقطة الأهم هي الوقوف مع المعارضة من الشعب الإيراني، وبالتالي إيجاد من هم بين القيادة الإيرانية، وأيضا بالحرس الثوري هناك من هم معارضين، وأعتقد هذا سيساعد في الإطاحة بالنظام بسرعة أو ينهار هذا النظام بسرعة، وبالتالي ضربة خفيفة يمكن أن ينهار كل شيء في أعقابها. وكل هذه القطاعات في المجتمع الإيراني كلما بحثنا أكثر سنرى معارضة أكثر وأكثر للنظام، قد لا يكون هذا يعلن في الإعلام، لكنه جميعنا شاهدنا المظاهرات في أنحاء الدولة وكيف أنه لابد من التخلص من هذا النظام، وبالتالي هذا النظام سينهار بتلقاء نفسه. إذا ما انتقلنا إلى يعني الأمور الأخرى أو التطورات الأخرى الجارية في المنطقة، نبدأ أيضا بمفاوضات تجري بين إيران والسعودية بهذه المرحلة. حضرتك كيف تنظر إلى هذه المفاوضات؟ هل تعتقد أنها ستشكل انفراجة حقيقية بالمنطقة أو لا؟ أنا أشكك بذلك، أتفهم لماذا السعوديين لديهم قلق حول إدارة بايدن وعودة ورغبتهم الملحة للعودة للاتفاق النووي، لكنني سأتفاجأ لو شاهدت أن السعوديين يعتقدون أن هناك ترتيب دائم وسيكون مرضيا. هذا سيكون تاريخي، ولا أعتقد أنه سيحدث إلا إذا كان هناك حكومة جديدة في طهران. يعني على ما يبدو في توجه إلى الوصول إلى توافق ما قبل الانتخابات، ولكن بطبيعة الحال إذا ما أردنا أن نكمل بالقراءة بالمنطقة، إذا لم تكن هذه المفاوضات السعودية الإيرانية قد تفضي إلى نتيجة كبيرة كما هو يعني كما يتوقع البعض، ماذا سيعني ذلك بالنسبة أيضا للملفات الأخرى؟ نسأل بداية عن العراق، هل برأيكم سيستمر استهداف القوات الأمريكية بالعراق؟ وهل سيستمر استخدام أصلا الأراضي العراقية كساحة للصراع؟ أعتقد أن طهران تمول وربما تسيطر وتوجه كثير من الميليشيا الشيعية في العراق، ويقومون باستهداف قواعد أمريكية هناك، وهناك مجموعات مع الحوثيين أيضا أطلقوا على أهداف في السعودية مرتبطة بالقطاع النفطي، وأيضا كان هناك أهداف مدنية، وبالتالي فإن العمل العسكري قد يتضاعف في العراق، لأن النظام سيحاول أن يضغط أكثر على إدارة بايدن كي يحصل على المزيد من التنازلات من الجانب الأمريكي في هذا الاتفاق النووي. ولكن أيضا بالمقابل الولايات المتحدة تقول أنه سيكون هناك انسحاب من العراق تدريجي، ولكن سيكون هناك بالنهاية مع انعدام الحاجة العراقية للقوات العراقية لقوات أمريكية وتدريب أمريكي. وبالتالي هنا نسأل نفس السؤال الذي طرح ب 2011 ونفس السؤال الذي يطرح حول الانسحاب الأمريكي بأفغانستان، هل الانسحاب الآن من العراق هو خطوة يعني ذكية وجيدة بهذه المرحلة؟
ستكون خطأ كبير للولايات المتحدة أن تنسحب من العراق، وبالتالي إدارة بايدن لا أعتقد أنني بهذا أعني أنهم لن يفعلوها. كانوا متسرعين في الإعلان عن الخروج من أفغانستان، وهذا قد يشجع طالبان في العودة، وهذا سيعيد بعض الإرهاب الدولي. وأعتقد أن الولايات المتحدة وقوات التحالف انسحابها من العراق سنرى نفوذا إيرانيا يتوسع هناك، وربما يكون هناك محتمل لإعادة ظهور داعش في العراق وسوريا، وسيجعل المنطقة أكثر سوءا. وهذا أمر خاضع لجدل كبير في الولايات المتحدة، وهو مقلق لحلفائنا وأصدقائنا في المنطقة بمشاهدتهم لهذا التوجه الذي تتخذه الولايات المتحدة. هناك أطراف كثر في الولايات المتحدة تعتقد بأهمية البقاء من أجل أمن واستقرار المنطقة، وأن يكون هذا البقاء ملحوظ بشكل كبير. ذكرت حضرتك سوريا في إجابتك، وهنا نسأل، يعني هل الوضع بسوريا الآن أفضل مما كان قبل بأيام الإدارة القديمة وما قبلها؟ وهل ما يحكى عن انتخابات رئاسية بهذه المرحلة سوف تكون نتائجها يعني مقبولة عالميا وغربيا بدرجة أولى؟ أعتقد أن سوريا وضعها سيء جدا، وإيران ساهمت في جعل نظام الأسد أكثر قوة، وشاهدنا أيضا قوات النظام السوري والانسحاب الجزء الأمريكي من الشمال الشرقي لسوريا جعل المنطقة تنهار، وانسحاب كامل سيجعل الإيرانيين في موقف أقوى على الحدود القريبة من الأردن والسعودية، وهذا أمر لابد أن يكون مقلقا للشرق الأوسط بأكمله، وليس فقط للسوريين، بل هي مشكلة لكل الأطراف. في كل مرة إيران أو قوة القدس أو أي إرهابيين تابعين لها يحصلون على موطئ قدم، سيكون الأمر مقلق للجميع. أشكرك جزيل الشكر ضيفنا من واشنطن السفير جون بولتون مستشار الأمن القومي السابق على هذه المداخلة معنا بحدث اليوم. كشفت صور حديثة التقطتها الأقمار الصناعية تطوير ما يشتبه بأنه قاعدة جديدة لإطلاق الصواريخ بالقرب من منطقة حاجي أباد في إيران، وقد يكون هذا الموقع التابع للحرس الثوري أول موقع إطلاق صواريخ محصن ومخصص للصواريخ الباليستية التي تعمل بالوقود الصلب في إيران وفقا للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية. ورغم أن إيران كشفت في السنوات الأخيرة عن عدة مجمعات مخصصة للصواريخ تم إنشاؤها تحت الأرض، إلا أنها لم تعلن عن منشأة حاجي أباد حتى الآن. إيران تواصل تطوير ترسانتها الصاروخية سراً وعلناً،
فعلى مرأى المجتمع الدولي وفي تحدي لقرارات مجلس الأمن تختبر بشكل روتيني صواريخها البالستية. وفي السر تستمر في استكشاف مسارات متعددة تسمح بتوسيع قدراتها الصاروخية طويلة المدى، وهو ما تكشفه صور الأقمار الصناعية، آخرها صور حديثة كشفت تطوير طهران ما يشتبه بأنها قاعدة جديدة لإطلاق الصواريخ قرب منطقة حاجي أباد جنوب غرب البلاد. وتظهر المنشأة مكونة من 7 منصات إطلاق مصممة لتخزين عشرات الصواريخ، 4 منها أنشئت تحت الأرض و3 تم تمويهها ضمن تضاريس المنطقة. ويعتقد أن الموقع مخصص لصواريخ فاتح المطورة ذات الاستهداف الدقيق والانطلاق السريع، وبذلك يكون الموقع التابع للحرس الثوري أول موقع إطلاق صواريخ محصن ومخصص للصواريخ البالستية التي تعمل بالوقود الصلب في إيران وفق المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية. ونظراً لسلوك إيران المقلق في هذا المجال، تواصل مراكز الأبحاث تتبع المواقع والتقاط صور لها عبر الأقمار الصناعية. خلال الشهر الماضي نشر معهد انتلاب للأبحاث صوراً لموقع بارشين النووي المخصص لعمليات البحث وتطوير وإنتاج الذخائر والصواريخ والمتفجرات. الصور أشارت لوجود 4 مبان جديدة محاطة بتلال مضادة للانفجار قيد الإنشاء. يأتي ذلك في ظل تقارير سابقة أفادت بأنشطة مشبوهة تشمل عمليات بحث وتطوير وإنتاج ذخائر وصواريخ ومتفجرات تجري داخل الموقع. الخطورة وراء تطوير إيران لصواريخها لا تقف عند حدودها، بل تمتد إلى أنصارها في اليمن ولبنان وسوريا والعراق. إيلين يوسف، الحدث. حدث اليوم مستمر معكم، وفيها أيضا بيان تركي مصري يتحدث عن محادثات صريحة ومعمقة. لأننا ننفرد بالوجود في بث إخباري متصل ل24 ساعة، لأننا نستطيع أن نطرح الأسئلة الأدق للحصول على إجابات أكثر دقة، أصبحنا الحدث. جديد بعد مصر، أنقرة تريد إنهاء الخلافات مع السعودية. اليوم قال مسؤولون لرويترز أن وزير الخارجية التركي سيزور السعودية لإجراء مباحثات الأسبوع المقبل، في الوقت الذي تكثف فيه أنقرة جهودها لتجاوز الخلاف بين البلدين منذ 2018. تأتي زيارة الوزير المزمعة عقب محادثات تركية هذا الأسبوع مع مصر ترمي أيضا لتطبيع العلاقات بعد سنوات من التوتر والتنافس. وقال مسؤول تركي رفيع لرويترز بهذه الزيارة من الممكن فتح فصل جديد معا، مضيفا أن المحادثات ستتركز على التجارة والعلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية مثل الصراع في ليبيا، حيث نشرت تركيا قواتها هناك.
كل هذه التطورات نناقشها مع ضيفينا من اسطنبول أستاذ العلاقات الدولية الدكتور سمير صالحة، ومن الرياض الكاتب الصحفي جاسر الجاسر. مساء الخير لكما، أهلا بكما بحدث اليوم وعلى شاشة الحدث. أستاذ جاسر، نبدأ مع حضرتك. مفاوضات أو زيارة تركية مرتقبة تأتي ما بعد الإعلان عن مفاوضات سعودية إيرانية كانت تجري، وجولات ربما ستجري في مرحلة لاحقة بالعراق. يعني هل نحن أمام جو مختلف سياسيا أو نحن في مرحلة جس النبض فقط؟ مساء الخير سنور. جس النبض يمكن أن يؤدي إلى مرحلة سياسية مختلفة. جس النبض هو يعني فتح الباب والتواصل، وبالتالي إمكانية معالجة أو الوصول إلى حلول في القضايا المختلف عليها. لكن في هذا الجانب أنا أعتقد في الجانب التركي لا يوجد خلاف، أنا أعترض على مصطلح خلاف مع السعودية، هو يوجد خطأ من القيادة السياسية التركية تجاه السعودية طوال السنوات الماضية. هو يوجد استهداف، هو يوجد إساءات. هناك تركيا كان لديه نقطتان مهمتان جدا في هذا الجانب: الإساءة المستمرة والتحريض على المملكة العربية السعودية واستهدافها على كافة المستويات، وأيضا التدخل في الدول العربية بشكل مباشر ومؤذي، وهما دانت السعودية سواء عبر مباشرة بخطاب السياسي أو عبر مجلس التعاون والجامعة الدول العربية. هذه مواقف واضحة. هذه المحاولات، أنا أعتقد أن تركيا يبدو ظاهريا تسعى إلى العودة إلى المسار الصحيح، تسعى إلى تصحيح أخطائها إذا أمكن، وهي مسألة طبعا مرهونة بالوقت ومرهونة بالتطورات، لا يمكن التحول فجأة. نعم يمكن نقول فعلا أنها هناك جس نبض في هالجانب. العلاقات السعودية لم تقطع علاقاتها مع تركيا، لم تسير إلى تركيا بأي شكل من الأشكال طوال السنوات الماضية، رغم ما حصل لها لم تقم باتجاه تركيا بأي إجراء ضدي معاكس مستفز أو عدواني، اعتبار أن تركيا دولة إسلامية مهمة ولدى السعودية جالية تركية أيضا عريضة، وهي تتعامل على أساس باعتبار منطلق قيادتها للعالم الإسلامي. نعم. لكن اليوم ماذا ستقدم تركيا؟ ماذا ستقدم تركيا في هذه الخطوات؟ اللقاءات خطوة أولى فقط، مرحلة أولى من مشوار طويل يجب الحسم المسائل المختلفة. يجب أن يكون هذا التحول فعليا وليس آنيا، يجب أن يكون فعلا صادقا وليس مجرد محاولة الخلاص من أزمات معينة ومحاولة المعالجة الآنية، يجب أن يكون هناك ضمانات لعدم الردة مرة أخرى في هذا السياق. أذهب إلى دكتور سمير صالحة. يعني مع ما يقولها الأستاذ جاسر دكتور سمير، وأيضا يعني مع ما نراه الآن في جولات مفاوضات مع مصر من الجانب التركي، زيارة إلى المملكة العربية السعودية، محاولات تهدئة بليبيا شهدناها بالمرحلة الماضية، هل نحن يعني أمام حالة الصفر مشاكل التي كان الرئيس التركي تحدث عنها بمراحل سابقة، أو أيضا يعني في استراتيجية مختلفة الآن بظل كل هذا التوتر الموجود؟ نعم مساء الخير للجميع. أولا نعم، ربما الجزء الثاني من السؤال هو الأبرز، أنه في استراتيجية تحرك تركي جديدة في التعامل مع العديد من الملفات على مستوى العلاقات التركية العربية التركية الإقليمية، وفي عنا أجواء الآن توازنات جديدة في المنطقة كما نتابع. أنقرة تأخذ كل هذه المسائل بعين الاعتبار. العلاقات التركية السعودية بالنسبة للجانب التركي كانت دائما محمية ومحصنة. القيادات السياسية التركية حتى في أصعب الظروف كانت دائما حذرة في توجيه الرسائل إلى الرياض. حتى في ملف خاشقجي كانت القيادات السياسية تركز على الموضوع قتل الإعلامي خاشقجي، و تفصل بين هذه الجريمة وبين العلاقات التركية السعودية. نعم. في الآونة الأخيرة نعم في تقارب الآن، حوار تركي مصري مهم للغاية، لكن في أيضا بعيدا عن الأضواء برأيي حوار تركي سعودي أيضا كان بدأ قبل أشهر، والنتيجة الأخيرة رأيناها من خلال الاتصالات الهاتفية المباشرة بين العاهل السعودي والرئيس أردوغان. القيادات التركية منذ شهر شباط فبراير المنصرم وحتى اليوم وجهت أكثر من رسالة إلى الرياض بأن تركيا دائما تهتم بتحسين علاقاتها مع السعودية ومتمسكة بذلك. رسائل إبراهيم كالن المتحدث باسم الرئاسة التركية الأخيرة في ملف خاشقجي برأيي كانت رسالة واضحة ومؤثرة في التعامل مع هذا الملف أيضا.
سيد جاسر، يعني حضرتك كنت سألت ماذا ستقدم تركيا، وهذا السؤال يعني نسأله من ناحية المملكة العربية السعودية إذا ما وافقت فعلا على إعادة الدفء إلى هذه العلاقة، ما هي النقاط التي سوف يتم التفاوض عليها أو التي ستتحدث عنها السعودية تحديدا مع تركيا؟ أولا أنا اسمح لي أختلف مع الدكتور سمير في مسألة، لا الحقيقة القيادة السياسية التركية كانت موقفها سلبية جدا تجاه المملكة العربية السعودية على كافة المستويات، لم تكن أبدا يعني على على أعلى المستويات إلى أدنى في كل الجوانب، فلم يكن هناك طوال السنوات مؤشرات ما يتصل بقضية خاشقجي. أنا أرجع وأؤكد تماما أن هذا الاعتراف التركي المفاجئ وغير المؤقت ولا قيمة له أساسا ولا تأثير، لأن القضاء السعودي بطبيعته مستقل ويحقق يمضي في مساره بدون اعتبار لمثل هذه الشهادات سواء الإيجابية أو السلبية. الإيجابية حق طبيعي والسلبية موقف سياسي. أيضا في الجانب إذا كانت تركيا فعلا تريد أن تتحول كليا وأن يكون هذا التحول، هناك نشهد مسار مصري وهنا أيضا مسار سعودي وقد يكون هناك أيضا مسار ليبي وهالدول، هنا المرحلة الأولى ما الذي يمكن أن يعيد دفء العلاقات؟ من الصعب حقيقة في تصور الشخصي أن تكتسب أي علاقات دفءا معينا في ظل هذا الإرث المتراكم ما لم يتم عملية مسح حقيقية ومباشرة وواضحة. أيضا لا زال الخطاب التركي، أنا في رصدي الشخصي يعني لا يوحي في الجانب، في سبتمبر ماذا صرح وزير الخارجية التركي أنه إذا كانت السعودية تريد العودة للعلاقات الطبيعية فنحن نرحب ونفتح، لم يكن هذا الخطاب يعني موجودا. نحن نتكلم الآن على ماذا ستغير تركيا تجاه السعودية، حاولت الإساءة لها في قيادات العالم الإسلامي، حاولت استهدافها مباشرة، تحدثت عن قياداتها بشكل سلبي في خطابات رسمية صريحة جدا، لا مجال، ليست خطابات إعلامية فقط، استهدفت في التأثير فيها، تدخلت في الدول. فإذا المملكة تريد مسألتين بالدرجة الأولى، وهي في تصوري أيضا ستأخذ وقتا طويلا، ليست المسألة مجرد إعلان وزيارة ثم تطوى الصفحة كلية، لا، لابد من استعادة الثقة في التعاطي السياسي، لابد من اليقين حقيقة أن هذه ليست مرحلة، ليست تقلبا. في 2013 قالت تركيا أنها ستكون بلدا صفر مشاكل، وفي 2017 كانت تسجل بالمشاكل من كل مكان. لابد أن ندرك إن هل هذا فعلا، هل هذه مرحلة، هل يمكن الوثوق بها التوجهات، هل يمكن الرهان عليها، وإلى مدى؟ إذن العودة الكاملة لأن تكون عضوا في العالم الإسلامي بشكل أن تخرج من الدول العربية وأن تكف عن زعزعة الاستقرار فيها ومحاولة اختراقها، أن تبعد إنشاء القواعد العسكرية المستهدفة ذاتا وفي الدول العربية بأي شكل من الأشكال، وأن تعدل ما تصحح ما قامت به سابقا تجاه المملكة العربية السعودية. للتأكيد فقط، السعودية لم تمنع الشركات التركية العاملة في السعودية، لا زالت تعمل، ولم تمنع أحد ولم تتخذ أي إجراء. إذا العبء كله يقع على الجانب التركي ولكسب ثقة الجانب السعودي. دكتور سمير، تحدث أستاذ جاسر عن عدة نقاط، موضوع تصحيح ما قامت به تركيا بحق السعودية، الخطاب السياسي الذي كسر الثقة بين البلدين، هذا يضاف كذلك إلى بعض ما قامت به تركيا من سلوكيات كما يقول سيد جاسر بالمنطقة وما وصف بزعزعة الاستقرار. هذه الأمور، هل تركيا الآن يعني فعلا هي تنوي التفاوض بها وحولها بهذه الزيارة سواء إلى السعودية أو ما تقوم به بأجواء أخرى مثلا مع مصر؟ لا أظن أنه يعني العلاقات التركية السعودية من الممكن وضعها على مسافة واحدة بالمقارنة مع العلاقات التركية المصرية. برأيي المسألة تختلف كليا، لأنه هذا التوتر التركي السعودي مرتبط بملف أو بملفين أساسيين، ملف خاشقجي كما نعرف، وملف موضوع أزمة الخليج والموقف التركي من أزمة الخليج. الآن في مصالحة خليجية، وأظن أنه هذه المشاهد كلها تغيرت، لذلك البناء على أنه الموقف التركي في أزمة الخليج برأيي لم يعد الآن على الطاولة للنقاش. تركيا كان اسمها مدرج في الشروط والمطالب المقدمة إلى قطر
بأن تراجع وتغير من علاقاتها مع تركيا، الرسائل الموجهة إلى الجانب القطري. يعني هذه نقطة لا تتحمل تركيا المسؤولية فيها هنا، هذه نقطة أولى. نقطة ثانية، في رد أيضا سعودي كان يتقدم على الأرض في التعامل أيضا مع ملفات تعني مصالح تركيا، لا يمكن إطلاقا إغفال ذلك. موضوع الملف السوري، شرق الفرات، الزيارات التي تمت إلى مجموعات قسد، في عنا أكثر من، أنا لا أريد أن أعود إلى الوراء وأدخل في نقاش حول يعني ما الذي جرى، أنا أريد أن أقرأ المشهد بشكل أكثر إيجابية حول المستقبل. إذا كان في رغبة حقيقية الآن، وأظن هذه الرغبة موجودة على ضوء كل هذه الاتصالات على المستويات الرفيعة في الجانبين، على التحول، يعني تركيا لديها الرغبة الحقيقية دكتور سمير الآن؟ أكثر من الرغبة الحقيقية. أنا لا أعرف إذا كان ضيفك تابع تصريحات مولود شاوشأولو في شهر آذار، كانت كلها انفتاحية وإيجابية نحو المملكة العربية السعودية والتركيز على ضرورة إعادة العلاقات إلى سابق عهدها. الآن هذا التحول الإقليمي نعم مهم، لكن الآن أسباب الأزمة أو التأزم في العلاقات التركية السعودية برأيي، رأيي الشخصي، هذا تراجعت وسقطت غالبيتها حتى لا أقول كلها. بس يعني البعض يقول أنه بالفعل في هذه الإرادة التركية الآن أو التراجع بالمواقف بعد ما كانت تركيا نفذت كل أجندتها بالمنطقة دكتور سمير، ويعني وهون نتحدث عن ليبيا بدرجة أساسية بعد ما نشرت قوات وأيضا أخذت قواعد وبالتالي انتهت من مشروعها. لا أظن إطلاقا أنه الموضوع الليبي كان ملف خلاف أساسي بين أنقرة وبين الرياض، هذا كان استنتاج وصلنا إليه على ضوء الخلافات في ملفات أخرى. الملف الليبي لم يكن نقطة خلاف أساسية كما أنا أتابع بين أنقرة وبين الرياض. الحصيلة كانت يعني بناء التراكمات في التوتر الحاصل في العلاقات إضافة إليه. أنا أتحدث عن الأجندة بشكل عام، بس خليني أرجع للأستاذ جاسر من ثم سنعود لهذا الموضوع. أستاذ جاسر، يعني حضرتك هل تعتقد بالفعل أنه تركيا نفذت أجندة معينة بهذه المنطقة والآن هي تحاول يعني ما بعد هذا التنفيذ وما بعد الانتهاء من مشروعها تحاول أن تبني علاقات جيدة مع الأطراف الأخرى؟ من الممكن يعني أنه يعني خذ وطالب، أو أنها حققت الممكن ما تريده على الأرض، سواء التوغل في سوريا، التغلغل الخطير في ليبيا وبالتالي فرض القوة هناك في الصومال، أيضا نشهد في هذه الدول العربية هذا الموقف لا يمكن تقبل. السعودية ليست معنية في ليبيا ومعنية بأي دولة عربية، السعودية لديها مسؤولية تجاه الدول العربية تقوم فيها بالكامل، وهي أدانت هذه التدخلات صراحة ووضوحا. ولا يمكن، أنا أرجع أكد، لا يمكن أنه مجرد إعلان رغبة أو تصريح عابر مقابل عشرات التصريحات والبيانات الرسمية تتحول في يوم إلى العلاقات السياسية. لا تبنى على الثقة بالدرجة الأولى، وتبنى على المستقبل. أي دفء في العلاقات يعني تنويع اقتصادي، يعني تعاون سياسي، يعني ترابط كامل، فتح مجالات أخرى، الشراكة في ملفات مختلفة، هذه لابد، لا بدون الثقة لا يمكن القيام بها أساسا. حتى الآن ليس هناك مؤشرات في جوانب إيجابية في اتجاه السعودية، قد تكون السعودية تطالب لكنها ستصر بالتأكيد على المطالبة بالخروج التركي المباشر من ليبيا ومن سوريا ومن العراق ومن، لابد أن يكون هذه ليست أنه والله تأتي الآن مجرد الرغبة، لكن السعودية في الجانب الآخر لا تغلق الباب، وهي لم تغلق الباب، الباب مفتوح لنرى ما الذي يمكن أن يحدث، لنرى ما الذي يمكن أن يقدم، وبالتالي نستطيع قياسا عليه. العلاقات لم تنقطع، العلاقات موجودة لكن قد تظل في هذه المرحلة يعني أو في هذا المستوى غير المتعمق إذا استمرت الصورة بهذا الشكل ولم يكن هناك تحركات فعلية. يعني أستاذ جاسر، الملفات العربية ستكون مطروحة على الطاولة، كل الملفات المتعلقة بالدول العربية بالتأكيد، لأن المملكة أدانت التدخلات رسميا عبر كل المستويات في كل المواقف. نعم. وهذا موقف صريح واضح ولا تقبل إطلاقا فيه هذا الوجود، هو اعتداء وتدخل وزعزع لاستقرار الدول العربية، ولا يمكن القبول أنه هذه صفحة طوية وانتهت وبالتالي سنناقش المستقبل ونقبل الوضع الراهن.
طيب دكتور سمير، يعني مع ما كان يعني موجود بالمشهد اليوم السياسي بالمنطقة، تركيا تتحاور مع كل الأطراف المتعلقة بالملف الليبي يعني توصل إلى توافقات معينة، تركيا تتحاور مع مصر رغم أنه يعني ما زالت صورة غير واضحة حول كم هو عميق هذا التواصل الموجود بين الطرفين، ولكن ما بعد كل هذه المراحل تركيا تذهب إلى السعودية، هل هذا يعني اليوم أنه بالنسبة لتركيا هي يعني تحاول الذهاب إلى السعودية كونها تعتبر هي المفتاح للحلول لباقي المناطق وباقي الدول والمشاكل؟ نعم، يعني رأيي الشخصي من خلال المتابعة، أنا كنت دائما كتبت ورددت هذا الكلام أنه الحوار التركي السعودي كان من المفترض أن يسبق الحوار التركي المصري أو أي حوار تركي مع أي دولة عربية أو إسلامية في المنطقة. لماذا؟ لأنه العلاقات التركية السعودية فيها الكثير من التمايز عبر التاريخ. نعم في توتر ربما في الملف السوري في العامين أو الأعوام الثلاث الأخيرة، لكن في السنوات الست الماضية كان في تنسيق كلي تركي سعودي في التعامل مع الملف السوري. هذه حقيقة موجودة لا يمكن إطلاقا لا إنكارها ولا إخفائها. الآن في نقطة أهم، أنه نعم النقاشات على المستوى الإقليمي خطة أو مطلب إعادة تموضع جديد في السياسة الخارجية التركية بسبب أكثر من مشكلة أو أزمة في التعامل مع هذه الملفات، لكن هذا لا يعني، إذا كنت تقصدين أنه العودة إلى سياسة تصفير المشاكل في السياسة التركية القديمة، أظن المسألة ليست بمثل هذه السرعة أو السهولة أو البساطة، لأنه حجم الملفات الخلاف موجودة وقائمة وتؤثر دائما بشكل سلبي على العلاقات. لذلك يعني نقطة الانطلاق لو كانت تركيا سعودية أظن كانت ستسرع في حالة الكثير من الملفات، لأنه المملكة العربية السعودية قادرة أن تؤثر بثقلها الاقتصاد الإقليمي على مثل هذه القضايا. بس أيضا دكتور سمير، يعني هل في إجماع داخلي اليوم سياسي تركي على كل هذه الخطوات التي تحدث؟ لأنه نقرأ انتقادات الآن أيضا لهذه التغيرات بالمواقف لأردوغان. مطلب تغيير السياسات هو مطلب المعارضة قبل أن يكون مطلب الحزب الحاكم في تركيا. الكثير من قيادات المعارضة دعت باستمرار إلى مراجعة السياسات الخارجية وطريقة التعامل مع العديد من الملفات. لا أظن إطلاقا أنه في المعارضة هناك أي اعتراض على أي تحول في هذه المواقف، لكن أنا أتفق مع ضيفك أنه الآن لا يكفي الإعلان المواقف، لابد من أن يكون هناك ترجمة عملية. نعم. على الأرض حتى في شق الحوار التركي المصري. أنا رأيي الشخصي أنه ينبغي عدم الإسراع في البناء على أنه العلاقات ستعود سريعا إلى سابق عهدها لما كانت عليه العام 2011 مثلا. شكرا جزيلا لك ضيفنا من اسطنبول أستاذ العلاقات الدولية الدكتور سمير صالحة، وأشكر كذلك ضيفنا من الرياض الكاتب الصحفي جاسر الجاسر، شكرا لكما. إذن في شق آخر تطرقنا إليه أيضا في حوارنا، أعلن بيان لوزارة الخارجية المصرية انتهاء الجولة الأولى من المحادثات المصرية التركية على أن يتم الاتفاق مستقبلا على الخطوات المقبلة بين الجانبين، حيث ذكر البيان أن المباحثات كانت صريحة وتناولت مجمل الأوضاع في المنطقة العربية، مؤكدا أن النقاشات بين الوفدين التركي والمصري تطرقت للوضع في ليبيا والعراق وسوريا وضرورة تحقيق الأمن والسلام في منطقة شرق المتوسط. إلى ذلك أفادت مصادر الحدث بمغادرة الوفد التركي القاهرة وأن مصر سترد الأسبوع المقبل على عدد من الملفات. مصادر الحدث أكدت أيضا أن أنقرة طالبت بالتنسيق في ملف شرق المتوسط، والقاهرة دعت لخفض تصعيد ضد اليونان وقبرص. كما قالت المصادر إن مصر أبلغت تركيا تمسكها بتفكيك منظومة الدفاع الجوية التركية وسحب الآليات من ليبيا، وطالبت أنقرة باحترام سيادة ليبيا عبر دعم الحكومة والمؤسسة العسكرية، وحثتها أيضا على ضرورة خروج القوات الأجنبية من ليبيا قبل الانتخابات في ديسمبر المقبل. هذا وقالت مصادر الحدث إن مصر طالبت تركيا بوقف التدخلات والتحشيد العسكري في عدد من الدول العربية، مشيرة إلى أن أنقرة تعهدت بوقف أي تجاوزات ضد القاهرة أو مسؤوليها.
نتابع في هذا الموضوع مع ضيفنا من القاهرة الدكتور سمير غطاس، رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. مساء الخير دكتور سمير، أهلا بك معنا دائما على شاشة الحدث والليلة بحدث اليوم. يعني تابعنا هذا البيان، صحيح يحكى عن حوار صريح ومعمق، ولكن أيضا في بعض علامات الاستفهام حول يعني محاولة تحديد أي جولة مقبلة وترك الموضوع للمستقبل، يعني ما بعد التشاور مع الدول والعودة كل طرف إلى المسؤولين ومن ثم يتم التحديد والبناء على ذلك، فيما فهم أنه ليس هناك تفاهم مبدئي أو أولي، هذا صحيح أو لا؟ أريد أن أتحدث في نقاط حول مسائل محددة. أولا، أن الوفد الممثل لتركيا وأيضا الوفد المصري هو وفد متواضع نسبيا، نائب وزير، وبالتالي ليست لديه صلاحيات لاتخاذ قرارات صعبة. هذه مسألة أولى. المسألة الثانية، أن عنوان هذا اللقاء هو جولة استكشافية، لقاء استكشافي، ومثل هذا الأمر لا يمكن أن نتوقع منه صدور قرارات أيضا. المسألة الثالثة، أنه حصل تجنب لقيام أو القيام بمؤتمر صحفي مشترك، وتم الاكتفاء ببيان وزارة الخارجية حتى لا يتم الإعلان عن الجوانب الخلافية. نمرة أربعة والأهم، أنه خلاف دام لمدة 7 سنوات مارست فيه تركيا عدوانا حقيقيا على مصر لمدة 8 سنوات. مصر لم تبادل تركيا على الإطلاق أي نوع من العداء على المستوى الرسمي، وكاد الأمر يتحول إلى مجابهة عسكرية عندما رسمت مصر خطا أحمر في سرت، وتركيا إذا كانت مست بهذا الخط الأحمر كان يمكن أن يتحول الأمر إلى مواجهة عسكرية. كل هذه الأمور لا يمكن حلها في لقاءين دام في أقصى الحالات عدة ساعات لا تتجاوز 16 ساعة مثلا إذا أحسننا الظن بالوفدين. وبالتالي فإن البيان كان واضحا أنه سيعود الوفد التركي إلى مسؤوليه لاتخاذ قرارات فيما تم طرحه عليه، وخاصة أن الأمر لم يتعلق فقط بالعلاقات الثنائية، ولكن تطرق أيضا للمسائل الأقليمية، التدخل العراقي، التدخل التركي في العراق، في سوريا، في كثير من المناطق. كل هذه الأمور كان يجب على الجانب التركي أن يسمعها من الموقف المصري بصراحة، وأن يعود إلى مسؤوليه ويأتي بردود على كل المسائل التي تم طرحها في هذا اللقاء. طيب، وهل صحيح فعليا أنه هذه الملفات هي النقطة الخلافية الأساسية؟ نتحدث هنا عن الملف الليبي، هل فعلا هو النقطة التي الآن تعتبر من النقاط الأساسية العالقة بين الطرفين في هذه المرحلة؟ يعني أنا أعتقد أنه يعني لا ضرورة حتى اللجوء إلى مصادر، لأن المواقف المعلنة واضحة تماما. الوزير الخارجية التركي في ألمانيا في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الألماني حاول أن يراوغ. القرار الأممي، القرار الدولي، وقرار وزارة الخارجية الليبية كان واضحا، وهو خروج كل القوات الأجنبية. لم يتحدث عن مرتزقة وعن قوات أجنبية حكومية، تحدث عن كل القوات الأجنبية. وزير الخارجية التركي كالعادة حاول أن يتشاطر، قال أن المرتزقة يمكن إخراجهم، ولكن وجودنا العسكري في ليبيا هو باتفاق مع الحكومة الليبية. القرار الليبي والدولي، ليس المصري فقط طبعا المصري، لكن الدولي والأممي والأوروبي، ووزير الخارجية الألماني كان واضحا وطلب إخراج كل القوات الأجنبية. تركيا عليها حتى تصحح علاقتها مع العرب جميعا، وأعتقد أن هذا ما سيسمعه وزير الخارجية التركي غدا في السعودية، أنه يجب إخراج كل القوات بما فيها القوات التركية، والملف الليبي يجب وقف التدخل التركي فيه حتى يتم التواصل إلى حل سياسي عن طريق الليبيين بأنفسهم دون تدخل خارجي وخاصة تركي. هل تعتقد دكتور سمير أنه سيكون هناك جولة مفاوضات قريبة جديدة بين مصر وتركيا؟ أنا أعتقد أنه لدى الطرفين نية في أن يواصل البحث في القضايا العالقة والخلافية حتى يتم التواصل إلى توافقات على الأقل لتحييد القضايا الخلافية الأساسية والاتفاق على قضايا يمكن التقدم فيها، لأنه ليست العلاقة بين مصر و يعني تركيا هي العلاقة الوحيدة التي يعاد رسمها في منطقة الشرق الأوسط. منطقة الشرق الأوسط تشهد
عديد من يعني العلاقات التي كانت محرمة تقريبا في السابق. إعلان رئيس الوزراء التركي العراقي عن لقاءات حصلت ما بين السعودية وبين إيران، المدير المخابرات السعودي في سوريا، سوريا تفتح علاقات مع المنطقة كلها، وبالتالي كل المنطقة تعيد مراجعة نفسها وإعادة تموضع نفسها مرة أخرى. لدى التركية مصلحة أساسية في أن تطبع العلاقات مع مصر، مصر لا تمانع في ذلك، ولكن المسألة ليست طوشة عرب كما يقال وتبويس لحى. على تركيا أن تلتزم بما اتفق عليه العرب وبما تم الاتفاق عليه في الجولات السابقة حتى تعود العلاقات إلى علاقات طبيعية بين البلدين. شكرا جزيلا لك ضيفنا من القاهرة الدكتور سمير غطاس، رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. ومع هذا الملف مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام الساعة الأولى من حدث اليوم، دقائق قليلة ونفتح ملفات الساعة الثانية، أرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا. سيادة الجيش اللبناني على الأرض اللبنانية. نحن طلقنا السلطة، انتهينا من علاقتنا بهذه السلطة. نحن اليوم نحتكم إلى الناس، لذلك أعلن اليوم استقالة هذه الحكومة. استقالة الحكومة وأرغب الفتح، أصبحنا محاطون بالقنابل من كل الجهات. طيب، خلي يخرج الزميل المصور من هذه الفقعة، لأنه المصور، كاميرتين انتصار معي المصور. وهل اليوم طرح عودة الحريري على رأس حكومة وحدة وطنية يمكن أن ينقذ المشهد اللبناني؟ أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهام عملي بكل أمانة وإخلاص. رصدت فرنسا حركة مغادرة للمرتزقة السوريين من ليبيا، وكانت السلطات الأمنية في مدينة الزاوية غرب ليبيا أطلقت سراح 120 عنصرا من الجيش الوطني. هذا المجلس يسعى الآن يعني يؤدي دوره. رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مع لجنة 5+5 العسكرية قضية دعم مسار توحيد الجيش الليبي. نحن في تحديات كبيرة الآن، المسارات طبعا المسار السياسي الآن ماشي خطوات جيدة. ما حقيقتها؟ الملفات التي ستبدأ بها الحكومة بناء على طلب من البرلمان. أصبحت ليبيا حكومة موحدة وشرعية، وانطلقت معها التطلعات رغم التحديات حتى الوصول للانتخابات نهاية العام الحالي. الشرطة تواجه مجموعات تعمل على التخريب. مهمة تبدأ ولا تنتهي، رحلة بحث في مكان غاب عنه الأمان، ولد فيه الرعب عن صور كانت ملونة خفتت بالذاكرة أو على الجدران، عن ضحايا للغدر سقطوا. لم يغني عنهم فرار ولا انتظار. خايف على اخواتي الصغار، بس هيدا هو كان خوفي كله على امي وبي. اتهم وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني ميليشيات الحوثي بالانقلاب على الاتفاق مع الأمم المتحدة بخصوص خزان صافر النفطي. حوثية تستخدمه كسلاح بصرف النظر عن النتائج. معلومات تتحدث عن اتصال بين القيادات الحوثية. كثير الآن أصبحوا لم يعودوا تحت سيطرة عبد الملك الحوثي. الحوثي مستمرة في قصف منازل المواطنين. جماعة الحوثي تتلقى دعم هائل من قبل نظام الملل في إيران.
تعيين تيموثي ليندر كينغ مبعوثا للولايات المتحدة لليمن ماذا سيغير في الصورة؟ جريفيث في طهران تصريحات أمريكية واضح بأنها تدعو الحوثيين لوقف ما تقوم به من زعزعة للاستقرار في أي إطار نضع ذلك. الخطوة الأمريكية لا أعتقد أنها خطوة في اتجاه صحيح. الأرقام تشير إلى نحو 4000 انتهاك. ما الذي يمكن أن يفعل من أجل أن لا تتكرر هكذا انتهاكات؟ مشاهدينا في ساعة ثانية من حدث اليوم، وهذا تذكير بأبرز المحاور والعناوين. نووي إيران كان المحور الأول، وفي التفاصيل واشنطن تتحدث عن إمكانية العودة للاتفاق النووي قريبا وتربط ذلك بقدرة طهران على اتخاذ قرار سريع. تركيا عنوان ثان، وفي التفاصيل بعد جفاء طويل وأزمات شاوشأوغلو وزير خارجية تركيا في السعودية الأسبوع المقبل. العنوان الثالث نتابعه في هذه الساعة من لبنان، وفي التفاصيل مع اقتراب العتمة لو دريان يفاوض على بصيص نور وترجيحات تميل للمزيد من التعقيد. ليبيا عنوان رابع نتابعه في هذه الساعة، وفي التفاصيل الوقف ووكالة تيكا ذراعا القوى الناعمة التركية تحت المجهر، وتوصيف المرتزقة يخرج شاوشأوغلو عن صمته. وسط العتمة، وزير خارجية فرنسا يبحث في بيروت عن بصيص من النور لحل الأزمة. اليوم أكد موفد الحدث أن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان ربط تحقيق أي تقدم بالمسؤولين اللبنانيين وليس بالخارج، محذرا من إجراءات هي بداية بحق معرقلي الحل في لبنان. ونقل موفد الحدث عن مصادر فرنسية أن زيارة لو دريان غير مقفلة زمنيا وسياسيا مع تكتم عن جدول الزيارة ولقاءاته. من جهته أكد الرئيس اللبناني ميشيل عون للمسؤول الفرنسي وجود أولوية قصوى لتشكيل حكومة جديدة تحظى بثقة مجلس النواب، مشيرا إلى مواصلة الجهود رغم العوائق الداخلية والخارجية وعدم تجاوب المعنيين باتباع الأصول الدستورية في تأليف الحكومات على حد تعبيره. وشدد عون على كلفة الوقت الضائع لإنجاز عملية التشكيل، مطالبا فرنسا والدول الأوروبية بالمساعدة لاستعادة الأموال المهربة إلى الخارج لما قد يساعد بتحقيق الإصلاحات وملاحقة المتهمين بالفساد على حد قوله. بلبنان حطها براسك براس كل واحد، كل شيء ما في حكومة أو ما في سياسي بيحكي لبناني لبنان كذبة. حكام ما بيسوا، عاطلين، الشعب صار على الأرض، البلد منهار، ما بقى في مصاري، دولة فاسدة، ما عندهم وطنية، كلهم مرتهنين للخارج، شو بدك بعد؟ يعني أول شيء بدك تشوف فشل الإدارة هي المسؤولة عن هذه الحالة. مين المستلمين البلد؟ أوكي؟ هن إدارتهم كانت فاشلة، ولهذا السبب البلد هلأ اللي وصلنا لهون، بس هذا الشيء. من رأس الهرم ونزول كلهم، دفنتلي كلهم. الحل. الحل الله ياخذهم ويريحنا منهم، ما في غير الدعاء، لانه عن جد افلسنا. يعني بعد كل شيء عم يصير ما حدا منهم قدم استقالته، ما حدا منهم اعتذر، ما حدا منهم راح طلع على هالناس اللي ماتوا بالانفجار. عن جد ما بقى في عنا حكي نحكي، ليش عدنا نعرف؟ ما عدنا عم نعرف شيء مشي. طب شو الحل؟ الحل بصار صايره المصيبه كثير كبيره، بدها حل يجي من برا، من هون ما حتصبر. هلا وزير الخارجيه هو موجود، يعني عم نتأمل بهالشيء. بفتكر هلا صار بدأ يتجاوب، بفتكر صارت على آخر. يعني في زيارة ربطها اللبنانيون بملفات عدة وآخرون استنبطوا منها سيناريوهات مختلفة، يصر وزير خارجية فرنسا جان إيف لو دريان على التزام الصمت عن أجواء لقاءاته بالمسؤولين اللبنانيين. الأمر المؤكد أن المسايرة الفرنسية تغيرت ومماطلة المسؤولين اللبنانيين في إنقاذ بلادهم لم تعد مقبولة، وترف الوقت سحب منهم، والحزم في وجه الذين يعقلون تشكيل الحكومة هو خارطة طريق الفرنسيين الجديدة. لقاءان أجراهما لو دريان لم يدل بأي تصريح بعدهما،
لقاء مع رئيس الجمهورية ميشيل عون وآخر مع رئيس مجلس النواب نبيه بري. وبحسب المعلومات فقد وجه لودريان خلالهما رسالة فرنسا التحذيرية هذه مع التأكيد على بقاء المبادرة الفرنسية شرط تعاون اللبنانيين، في حين برر رئيس الجمهورية التراخي بمسؤوليات ملقاة على عاتقه في الحفاظ على التوازن السياسي والطائفي، شارحا مراحل قطعتها عملية تشكيل الحكومة استغربها الرأي العام. الوزير الفرنسي جاء ليؤكد على استمرار المبادرة الفرنسية، كذلك جاء ليضع المسؤولين اللبنانيين في الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الفرنسية حول بعض الشخصيات لعدم تشكيل الحكومة والمتورطين في الفساد، لوضعهم في أجواء اللائحة التي وضعت. وبحسب المعلومات فإن اللائحة تتضمن أكثر من 40 اسما، وقد يتم إبلاغهم فيها عبر السفارة الفرنسية في بيروت. لودريان التقى أيضا في مقر السفارة الفرنسية عددا من ممثلي الحراك الشعبي والمجتمع المدني وشخصيات سياسية وحزبية في تطور جديد لمسار النقاشات الفرنسية التي باتت تستمع لبدائل عن الطبقة السياسية الحالية. إذا لم تنتج لقاءات الموفد الفرنسي إيجابيات في ملف تشكيل الحكومة، فمن المتوقع أن تفرض فرنسا عقوبات جديدة إضافة إلى التي فرضتها قبل أسبوع، تطال كيانات وشخصيات معرقلة للمسار الحكومي ومرتبطة بالفساد. ناهد يوسف، الحدث، بيروت. أفاد بيان صادر عن الحكومة اللبنانية بأن لبنان قد يشهد ظلاما تدريجيا مع منتصف الشهر الحالي. يأتي هذا تزامنا مع نفاد السيولة النقدية اللازمة لتوليد الكهرباء هذا الشهر. وكان البرلمان اللبناني قد وافق على قرض طارئ قيمته 200 مليون دولار يخصص لواردات الوقود اللازمة لتوليد الكهرباء في مارس، لكن القرض لم يحصل حتى الآن على الموافقة النهائية. على كل، نتابع في تفاصيل زيارة وزير الخارجية الفرنسي إلى لبنان مع موفد الحدث إلى بيروت حسين قنيبر. مساء الخير عن جديد حسين، نتابع معك التفاصيل التي جرت خلال هذه الساعات الماضية بقصر الصنوبر وأيضا أي تطورات سياسية أخرى. نعم لارا، أبدأ بالشق الأول من سؤالك عن الاجتماعات التي سجلت في قصر الصنوبر مساء اليوم. كانت بعد الظهر وفي المساء حضرت إلى مقر سفيرة فرنسا في لبنان أي قصر الصنوبر حيث يتواجد لودريان، كانت حضرت قوى تمثل المجتمع المدني وحضرت أيضا شخصيات حزبية وأخرى مستقلة، حضر ممثلون عن لقاء بيروت مدينتي وأيضا عن لقاء مسيرة وطن، وكذلك ممثلون عن حزب الكتائب وحركة الاستقلال وحزب الكتلة الوطنية وحركة تقدم وشخصيات أخرى. بدأ واضحا أن فرنسا بدأت تعتمد نهجا جديدا في التعاطي مع المسؤولين في لبنان من خلال التواصل مع قوى تمثل المجتمع المدني وتيارات مستقلة بدل التعاطي مع أقطاب الطبقة السياسية. كان الوزير لودريان مستمعا اليوم أكثر مما كان متحدثا، لكنه أبلغ الذين التقاهم وفي طليعتهم رئيس الجمهورية ميشيل عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري أن العقوبات الفرنسية ولاحقا الأوروبية على لبنان ستكون عقوبات تصاعدية، وأبلغهم بتفاصيل محددة عن العقوبات التي ستفرض في الفترة القادمة. طبعا هناك تكتم شديد يحيط. هل في معلومات عنها حسين؟ وزير خارجية فرنسا عن العقوبات التي قد تفرض؟ طبعا فرنسا لا تدخل على المستوى الرسمي، فرنسا لا تدخل في لعبة الأسماء على الإطلاق. إذا ما رغبت في تحديد هذه الأسماء فربما تصدر بيانا مفصلا في ذلك، لكنها لا تعتمد التسريبات للإعلان عن الأسماء، وحتى الآن لا أسماء معلنة. ولكن هناك ميزات ثلاث لهذه العقوبات كما علمنا من مصادر دبلوماسية. الميزة الأولى أنها قد تطال قيادات في الصف الثاني من التنظيمات من الجهات السياسية المتهمة بالعرقلة السياسية وبالفساد،
البلاد. الميزة الثانية أنها ستكون عقوبات محدودة الأثر وليست عقوبات قاسية على الأقل في المرحلة الأولى. والميزة الثالثة لهذه العقوبات أنها لن تقتصر على جهة سياسية واحدة، بل ستطال كل الجهات المتورطة في الفساد وفي عرقلة الخروج من الأزمة الحكومية. السؤال الكبير الذي يطرح الليلة لارا هو هل سيلتقي الوزير لودريان برئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، وماذا لو لم يلتقي به؟ بعض الأوساط تحدثت عن احتمال أن يعمد الحريري إلى الإعلان عن الاعتذار عن مهمة تشكيل حكومة جديدة في حال لم يحصل اللقاء، ومصادر أخرى تحدثت عن أنها تعتقد أنه في اللحظة الأخيرة قد يحصل اللقاء بين لودريون ورئيس الوزراء اللبناني المكلف، الذي قالت أوساطه أنه لا يوجد حتى الآن تأكيد بحصول هذا اللقاء. وكانت تحدثت مصادر الحريري في وقت سابق عن أن أحد الخيارات التي يطرحها رئيس الوزراء المكلف هو الاعتذار عن المهمة، لكن قرارا نهائيا لم يتخذ في هذا المجال بعد، تقول مصادر الحريري. بس حسين، بعشر ثواني لو سمحت، هل الزيارة يعني معروفة مدتها أو هي مفتوحة؟ جدول اللقاءات ليس مقفلا، ولكن من حيث المبدأ الزيارة يفترض أن تنتهي ظهر غد الجمعة كحد أقصى، إلا إذا طرأ ما يبرر تمديدها كلقاءات من النوع الذي تحدثنا عنه لارا. شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات حسين قنيبر، موفد الحدث إلى بيروت. ونتابع في التطورات اللبنانية مع ضيفنا من ضواحي بيروت النائب في البرلمان اللبناني هادي حباش. سعادة النائب مساء الخير، أهلا بك معنا بحدث اليوم وعلى شاشة الحدث دائما. مساء الخير ست لارا، أهلا فيك. هل سيلتقي وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان مع الرئيس المكلف سعد الحريري؟ نعم، هو في هذه الأثناء يلتقي الرئيس سعد الحريري. وإن شاء الله أنه هاللقاءات كلها سوا تقدر توصل إلى تأليف حكومة، لأنه بتصور بكفي الشعب اللبناني تعطيل لمؤسساته الدستورية. من واجب كل المعنيين بلبنان بتشكيل الحكومة بتقديم التنازلات للوصول إلى تأليف حكومة بأسرع وقت ممكن. سعادة نائب، يعني حضرتك تؤكد لنا أن اللقاء قائم الآن في هذه اللحظات؟ نعم نعم نعم، أخذت سكوب هلا. نعم. هذا اللي عم نحاول نعرفه من الصباح يعني. طيب لماذا هذه الجدلية، ما إذا كان سيلتقي به أو لا؟ ما الذي حصل خلال هذه الساعات وهذين اليومين؟ هي مسألة بصراحة شكلية أكثر منها مسألة يعني إذا بده يلتقي فيه أو ما يلتقي فيه. من الطبيعي اليوم إنه وزير الخارجية الفرنسي يلتقي رئيس الحكومة المكلف تشكيل الحكومة اللي هو الرئيس سعد الحريري، خصوصي أنه عنوان هذه الزيارة هي الحث لتشكيل حكومة. فإذا اليوم أي دولة بالعالم وخصوصي فرنسا اليوم اللي هي صاحبة المبادرة الفرنسية بدها تروح إلى تشكيل حكومة أو بدها تحث لتشكيل حكومة، فمن الطبيعي أنه اللقاء البديهي يكون مع رئيس الحكومة المكلف اللي هو عمل استشارات التكليف واللي هو بيعرف كل العقبات اللي عم تواجهه لتأليف الحكومة. وبالتالي هذا اللقاء يحصل في هذه الأثناء، وإن شاء الله بتطلع نتيجة هذا اللقاء إيجابية. البعض قال أنه الجانب الفرنسي لم يكن يريد أن يلتقي الرئيس المكلف، فيما أنه البعض الآخر قال أنه كانت هذه إشاعات ومحاولات تشويش، ما الحقيقة؟ لا، هي لقلك بصراحة كنت لأنه سألتيني لحتى جاوبك مشان ما يكون زحنا عن السؤال. ليش تأخر هذا الموضوع لهلأ؟ لأنه بالشكل اليوم الطلبات يعني وفقا للبروتوكول الفرنسيوي رئيس الحكومة رئيس مجلس النواب هو رئيس للمجلس النيابي حاليا، ورئيس الجمهورية هو رئيس للجمهورية حاليا. فالطلبات لما بتجي بطلب لمواعيد من خارج البلد بتجي للرؤساء اللي هن هلأ عم يمارسوا المهمة الدستورية. أما الطلبات البقية فبتطلب المواعيد لما بيوصل الضيف إلى لبنان. هذه شغلة بروتوكولية لا أكثر ولا أقل. يعني محاولة تسويق أنه لودريان لم يكن يريد أن يلتقي الحريري ليست صحيحة. لا ابدا، ومنا منطقيه. يعني انا من امبارح كنت عم بقول قبل ما اعرف اذا بدهم يطلبوا موعد او ما بدهم يطلبوا موعد، انه من البديهي
أنه يلتقي إذا كان الهدف إنجاح المبادرة الفرنسية، من البديهي أنه يلتقي الرئيس المكلف، ولا بتكون الزيارة رح تفشل، ولا كيف بنكون بدنا نألف حكومة إذا ما بدنا نشوف اللي عم يشكل الحكومة؟ طيب عم تحكي حضرتك عن تأليف حكومة وعن الذي يشكل الحكومة، ما يعني أنه أيضا خبر إمكانية اعتذار الرئيس المكلف غير صحيح؟ شوفي، الموضوع انطرح من يوم يومين ونحكى بأنا واحد من الناس اللي حكيوا بالموضوع وغيري من الزملاء حكيوا بالموضوع. صح. اليوم رئيس حكومة مكلف بعد ما يقطع مرحلة معينة بتصير كل الخيارات مفتوحة قدامه. هذا لا يعني أبدا أنه اليوم خيار الاعتكاف أو عفوا خيار يعني الاعتذار عن تشكيل الحكومة هو خيار سريع. اليوم أمام الرئيس الحريري مبادرة فرنسية، أمام الرئيس الحريري زيارة وزير خارجية هذه المبادرة وهذه الدولة، عم بيزور لبنان، بده الجهد الأساسي ينصب حول تشكيل الحكومة، وفي جهد آخر عم ينصب من غير فرنسا، من الروس، من العرب، من كثير من الدول المعنية بالشأن اللبناني. نحن فاتحين الباب، الرئيس المكلف فاتح الباب لكل المحاولات للمساعدة، نعم، لتذليل العقبات للوصول إلى تشكيل حكومة. ولكن آخر شيء، إذا بعد ما مرقت كل هالاتصالات أو بدها تمرق كل هالاتصالات وما بدنا نوصل لأي نتيجة، ما بيقدر رئيس الحكومة يضل إلى ما شاء الله مكلف يعني. وبالتالي لما ننحكى بهذا الموضوع نحكى أنه هذه خيار من الخيارات. أما هلأ حاليا المطروح فقط هو تشكيل حكومة، ومستبعد كليا بالوقت الحاضر الذهاب إلى الاعتذار. أها حاليا. طيب بس أنه كمان أيضا يعني هو رئيس الحكومة المكلف، نعم، هو المتمسك بالمبادرة. كل ساعة يا ست لارا إلى ملائكتها حاليا. هلأ يمكن بعد شهر يكون في قرار تاني حسب الظروف، يمكن بعد شهرين يكون في قرار ثالث، ما بنعرف. هلا بالوقت الحاضر على المدى المنظور ما في ابدا اعتذار. هو بالملف اللبناني ساعات النائب ما بقى عم نعرف شيء صراحه، يعني مع كل هذا التعقيد الدائر. بس بالحقيقه يعني اليوم عندنا رئيس مكلف عم بيقول انه هو متمسك بالمبادره الفرنسيه، هو يقول مستعد للحوار، ويعني تحدث عن عدة نقاط تظهر أنه هو لديه يعني تعاطي إيجابي مع الوضع. ولكن البعض يقول أنه كان في طلب فرنسي بأن يلتقي رئيس المكلف مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، وهذا الموضوع مرفوض تماما من جانب الحريري، هذا صحيح أو لا؟ هذا كلام أبدا تكون دقيق أبدا هذا الكلام منه دقيق تنوضح الموضوع شو هو. اليوم في أصول بروتوكولية، مثل ما سألتيني عن وزير خارجية فرنسا أمتين بيطلب الموعد، ومشي الفرنسوية بالبروتوكول، ونحن نحترم البروتوكول. نفس الشيء كمان اليوم في بالبلد بروتوكول، الرئيس سعد الحريري هو رئيس حكومة مكلف، نعم، وهو يلتقي كل الناس وفقا للأصول الدستورية أولا في المجلس النيابي، وبعدين في المقر اللي هو بده يلتقي فيه كل الناس. وكل الناس عم تجي عند الرئيس الحريري تلتقي ببيته، لأنه عم يعمل المشاورات التشكيل ببيته، فمرحب بالوزير باسيل وبغير الوزير باسيل ببيت الرئيس الحريري. فالشكل أساس بالموضوع، مثل ما كمان المضمون هو أساس. فنحن أبدا ولا مرة الرئيس سعد الحريري رفض أنه يلتقي الوزير جبران باسيل. يعني الوزير باسيل هو الذي يرفض، مش الوزير باسيل هو الذي يرفض. أنا عم بحكيكي بالشكل، اليوم مرحب بالوزير باسيل يجي عند الرئيس الحريري على بيته، أهلا وسهلا فيه، وبيستقبله الرئيس الحريري، ما في شيء بيمنع أبدا أنه يقعد معه، مثل ما عم بيقعد مع كل الناس اللي عم تجي تزوره ببيته. سعادة النائب، أيضا يعني هذه الزيارة الفرنسية الكل كان يترقبها لمعرفة الأسماء التي قد تضع عليها عقوبات السلطات الفرنسية ومنع سفر وكل هذه الأمور، وهي حتى الآن تفاصيل إلى حد ما الموجودة 40 اسما، وكذلك أيضا قد يكونون من الصف الثاني وينتمون إلى مختلف الأطياف السياسية. يعني هل لديكم أي إيضاحات حول هذا الموضوع؟ هل تيار المستقبل مثلا معني بهذا الموضوع؟ هل لدي عليه ضغوط في هذا الإطار؟ ما عندنا أي معطيات بصراحة بهذا الموضوع. نحن سمعنا بالإعلام مثل ما الكل سمعوا، ما تبلغنا أي شيء رسمي، ونحن ننتظر أنه نسمع هذا الموضوع أو نتبلغ هذا الموضوع بالأطر الرسمية. ماذا تفرق زيارة جان إيف لودغيان هذه المرة عن الزيارات السابقة، سواء حتى من ناحية زيارات الرئيس ماكرون كذلك؟ ماذا شو الفرق؟ صح،
طبعا بتفرق كثير انه يعني لما اجى الرئيس ماكرون اجى بعد انفجار بيروت، كانت المبادرة الفرنسية بعدها بزخمة ومنطلقة المبادرة الفرنسية، وكان الظرف الاقتصادي بالبلد يسمح بإجراء إصلاحات بواقع أفضل بكثير من الواقع اللي نحن اليوم وصلنا له. ونحن هلأ مرق 6-7 شهور على تكليف الرئيس سعد الحريري، وقبل منا على تكليف الرئيس المكلف في ذلك الوقت السفير مصطفى أديب. كل هذه المرحلة انهار أكثر وأكثر الوضع الاقتصادي، وصلنا إلى أنه داخليا إذا بدنا نصرف صرنا مضطرين نصرف من احتياطي الإلزامي تبع ودائع الناس اللي موجود في مصرف لبنان، ما تبقى من ودائع الناس في مصرف لبنان. كل الواقع الاقتصادي تدهور، الواقع السياسي تدهور أكثر وأكثر. الشروط اللي انوضعت تجاه تشكيل الرئيس سعد الحريري لحكومته كمان انوضعت شروط كتير كبيرة لعرقلة التشكيل الحكومة. نعم. اليوم صار الفرنساوي عم يجي بمنطق، أول شيء كان عم يجي بمنطق ألف حكومة، اليوم عم يجي بمنطق فرض عقوبات على الناس اللي عم بيعرقلوا. تختلف الظروف، لأنه من 7-8 شهور كان الواقع شيء واليوم صار الواقع بمحل تاني. هل سيتم الاستماع للودغيان هذه المرة؟ نحن من الأساس مستمعين للمبادرة الفرنسية، وبتصور أكثر ناس كفريق سياسي التزمنا بالمبادرة الفرنسية، التزمنا بشكل عام الأطراف الأخرى أخصائيين نعم. هل الأطراف الأخرى ستستمع؟ الأطراف التي كانت رافضة للمبادرة أو ما بعرف صراحة، يعني هذا موضوع عند الأطراف الأخرى. يعني إذا الأطراف اللي عم بيعرقلوا الحكومة بعضهم معتبرين أن الوضع بعده على ما يرام وأنه ما في شيء داهم لحتى نروح بأسرع وقت إلى تشكيل الحكومة، بتكون قراءتهم مختلفة عن قراءتنا، وبيكونوا شايفين الواقع يختلف وما بيكونوا عم بيقروا على بشكل نعم. أساسي واقع الناس على الأرض. شكرا جزيلا لك ضيفنا من ضواحي بيروت النائب في البرلمان اللبناني هادي حبيش، شكرا لك. نذهب إلى فاصل نتابع من بعده بحدث اليوم. هآرتس تتحدث عن تغير في نظرة إسرائيل تجاه حرب السفن. لأننا ننفرد بالوجود في بث إخباري متصل ل 24 ساعة، لأننا نستطيع أن نطرح الأسئلة الأدق للحصول على إجابات أكثر دقة، أصبحنا الحدث. ترك مدينته المحروقة بلا وجهة، ركب البحر بحثاً عن الحياة، فغدرت أمواجه ولم يخلص ذلك القارب الصغير، فمن الذي نجا؟ هذه قصة مئات الآلاف من السوريين. من جديد، تتخوف إسرائيل من أي تصعيد محتمل مع إيران في حرب السفن التي زادت وتيرتها خلال شهرين الماضيين، ونبه مسؤولون إسرائيليون إلى ضرورة عدم التمادي في حرب السفن مع إيران في مياه الخليج خوفا من خروج المواجهات خارج نطاق السيطرة، حيث لا ترغب إسرائيل بمواجهة مفتوحة مع إيران، بعد أن أشار مسؤولون إسرائيليون إلى أن أضرار المواجهة قد تفوق مكاسبها.
ونقلت صحيفة هارتس عن مصادر سياسية إسرائيلية أن التغيير في نظرة إسرائيل تجاه حرب السفن جاءت عقب اجتماع استخباراتي إسرائيلي أمريكي لمناقشة التطورات الأخيرة في هذا الملف تحديدا، حيث كانت الهجمات البحرية الإسرائيلية على سفن إيرانية في السنوات الأخيرة مجدية أكثر عندما اتخذت طبعا سريا، ولكن في اللحظة التي خرجت إلى العلن في الأشهر الأخيرة صارت طهران تشعر بالحاجة إلى الرد عليها بهجمات مضادة على سفن إسرائيلية على حد ما نقلته الصحيفة. وقال مسؤول إسرائيلي أمني في تل أبيب إن هناك حاجة لتهدئة الوضع وإعادة النظر والحسابات وربما توصل إلى نتيجة بضرورة وقفها ولو مؤقتا. وكانت الاجتماعات المنعقدة حول هذه الهجمات قد لاقت معارضة من قبل عدد كبير من الجنرالات الإسرائيليين الذين يرون أن الضربات زادت وتيرتها وتوسعت وبات ينطبق عليها وصف المواجهة المباشرة مع إيران، وهذا أمر لم يحن وقته بعد وتتحفظ عليه الإدارة الأمريكية، حيث قالت الصحيفة إن هناك انزعاجا أمريكيا كبيرا قيل بصراحة للمسؤولين الإسرائيليين في واشنطن من تلك الهجمات. كما أن الصحيفة نقلت عن مسؤولين إسرائيليين وجود تغييرات استراتيجية في الشرق الأوسط حيال فعالية استخدام سياسة القوة، معتبرين أن القوة ربما لم تحقق أهدافها المرجوة في مكافحة الهيمنة الإيرانية في الشرق الأوسط والتموضع الخطير لإيران وميليشياتها في سوريا تحديدا. على كل، لنناقش هذا الموضوع مع ضيفتنا من بيروت راغدة درغام رئيسة مؤسسة بيروت إنستيتيوت. أستاذة راغدة مساء الخير، أهلا بك معنا دائما على شاشة الحدث وبحدث اليوم. أهلا فيك. يعني لنبدأ بموضوع هذه المواقف الآن من الجانب الإسرائيلي، أو على الأقل التسريبات حتى الساعة، هل إسرائيل فعلا ستتراجع عن حرب السفن عن قناعة أو عن ضغط أمريكي أو أنها لن تتراجع ببساطة؟ هذه الحرب كما تسميها حرب السفن مرتبطة أيضا بمفاوضات فيينا، لأن توقع إن كانت المفاوضات ستؤدي إلى التفاهمات أن تنحصر وتيرة المواجهة الإسرائيلية الإيرانية إذا كانت إسرائيل راضية بما توصلت إليه هذه المحادثات أو المفاوضات. أما إذا ازداد الانفصام والانقسام بين المواقف الأمريكية والإسرائيلية عندئذ قد نتوقع أكثر من ما يحدث حاليا في موضوع حرب السفن. لا تنسي أن الضربة الأهم التي تعرضت لها إيران هي في مفاعل طنز، الضربة التي قيل أنها كانت ضربة إسرائيلية ولم ترد عليها إيران. إذا هناك نوع من يعني إذا شئت حجب الاندفاع الكبير للانتقامات المباشرة، لأن المباحثات مستمرة. ولا أنا حسب ما فهمت هناك معلومات متناقضة متضاربة، البعض يقول لي من واشنطن إن الخلافات الأمريكية الإسرائيلية عميقة في هذا الموضوع، موضوع المفاوضات على الاتفاقية النووية، وهناك مصادر أخرى تقول إن إسرائيل هي جزء من غرفة العمليات في موضوع المفاوضات الأمريكية مع إيران. هذه الدرجة في تناقض. نعم، لأن هناك اختلاف ما بين اللاعبين، بالطبع هناك اختلاف أمريكي، انقسام أمريكي جمهوري ديمقراطي في موضوع المفاوضات مع إيران على أساس رفع العقوبات قبل أو بالتوازي مع العودة إلى الاتفاقية النووية. نعرف أن إدارة ترامب أرادت الاستمرار في استخدام أدوات التأثير في إيران كي يعني تلبي المطالب والشروط المتعلقة بالصواريخ وبالسلوك الإقليمي لإيران. أتت إدارة بايدن لتفصل المسارين، لتقول لنبدأ أولا في موضوع الاتفاقية النووية ثم لاحقا نتحدث عن السلوك الإقليمي أو الصواريخ، وهناك فرق كبير بين الموقفين بالفعل، وهذا أمر لا يرضي كثيرا إسرائيل. كنت قلت ببداية الكلام أنه قد يعني تتوقف إسرائيل إذا كانت راضية عما يجري بفيينا، ولكن إلى أي مدى قد تذهب الولايات المتحدة إلى توافقات مع إيران والأفرقاء الآخرين والدول الأخرى بشكل يعني بدون أن تأخذ بعين الاعتبار المخاوف والقلق الإسرائيلي الموجود الآن؟ هل ستذهب الولايات المتحدة إلى هذا النوع من التصعيد بالمواجهة مع إسرائيل
من ناحية الملف الإيراني؟ لارا أنت لربما تعرفين الجواب وسأقوله لك بصراحة. أنا عشت في الولايات المتحدة 40 سنة ولا أعتقد أن الوقت سيصل إلى خلاف جذري وانحصار كامل في العلاقة الأمريكية الإسرائيلية. إسرائيل جزء من التركيبة الداخلية الأمريكية. صراحة لا أرى أن إدارة بايدن ستتمكن أو ستجرأ على أن تلبي إيران على حساب العلاقة التحالفية مع إسرائيل. هذه قراءتي. البعض يقول لا، أنهم متشوقون جدا لإبرام الصفقة مع إيران. طبعا إدارة بايدن متشوقة جدا للعودة إلى الاتفاقية النووية، لأن رجال أوباما هم رجال بايدن الذين توصلوا إلى تلك الاتفاقية، فإنها مهمة لهم شخصيا وليس فقط من منطلق السياسي. ولكن إن العلاقة التحالفية الأمريكية الإسرائيلية لا أعتقد أن هذه العلاقة قابلة للهدر بقرار من إدارة بايدن، لأن التركيبة الداخلية الأمريكية لا تسمح بذلك، لا في الكونغرس ولا حتى شعبيا ولا حتى يعني من داخل الحزب الديمقراطي. إذن لربما توزيع أدوار، لربما هذا جزء من المفاوضات. بالتأكيد إسرائيل تود أن تكون على الطاولة، ولربما صحيح ما يقال من بعض الذين يعطون هذه المعلومات أن هناك وجود إسرائيلي كثيف في غرفة العمليات التفاوضية بين الولايات المتحدة وإيران. إلى أي مدى توافقين أستاذة راغدة على أن إسرائيل أوصلت رسالتها أصلاً لإيران ولا داعي لإيصال مزيد من الرسائل؟ هي قد تقف يعني أو هي المتهمة الأساسية بالوقوف وراء هجوم نطنز الذي حضرتك قلتي أنه من أهم الهجمات التي حصلت تجاه إيران، حتى قتل عالم نووي بمرحلة سابقة، وأيضاً بموضوع حرب السفن كان في استهداف لسفن أساسية بالنسبة لإيران وليست فقط سفن لنقل بعض الأمور. هل تعتبرين أنه فعلاً وصلت رسالة لإيران؟ إيران كانت تنوي أن تصعد حرب السفن ليس فقط ضد إسرائيل، كانت تنوي تصعيدها ضد الدول العربية والمصالح العربية، ضد السفن التابعة للإمارات وغير ذلك. كان ذلك جزء من خطة الحرس الثوري الإيراني. الآن هناك محاولة لتهدئة الحرس الثوري، لأن المفاوضات التي يعني تدعمها الدول الأوروبية والصين وروسيا وإدارة بايدن قد تؤدي، ستؤدي إذا تم الاتفاق خلالها إلى رفع العقوبات، وهذا أمر أهمية للمؤسسة الحاكمة في إيران، لأن هناك برغم نفي أثر العقوبات عليهم هناك فعلا وجع حقيقي نتيجة العقوبات. إذن هل هو توزيع أدوار؟ هل الآن مثلا نسمع بأن الحرس الثوري صامت قليلا، ولربما قد يقرر أن لا ينتصر يفوز علنا بالسلطة بالحكم في إيران تلبية مطالب التوصل إلى الاتفاقية النووية أو 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 تجنبا لإحراج إدارة بايدن في موضوع إصرارها وعزمها على التوصل إلى رفع العقوبات من خلال طبعاً الاتفاقية النووية. لا تنسى أن الانتخابات الإيرانية آتية الشهر المقبل، ولا أعتقد أن حرب السفن ستكون مستعرة من الآن حتى ذلك الحين. إذا حصلت، إذا توترت العلاقة الإسرائيلية الإيرانية عسكرياً بشكل كبير عبر السفن أو عبر الجبهة السورية، عندئذ نعرف أن إدارة بايدن قد قررت أن تفعل ما لا ترضى به إسرائيل، وعندئذ نتخيل بعيدا قليلا عن إسرائيل. تابعنا كلامك مع الرئيس العراقي برهم صالح والحديث والتأكيدات التي أتت منه على موضوع المفاوضات الجارية الآن بين السعودية وإيران. يعني نسألك عن الأجواء التي رصدتيها في هذا الإطار، وأيضا يعني إذا ما كان هناك أي تفاصيل إضافية ربما يعني كشفت في هذه المقابلة. نعم، شكرا لسؤالك. أنا كان لي شرف إجراء الحديث مع الرئيس برهم صالح في إطار قمة بيروت إنستيتيوت في أبوظبي، وهي الحلقات الافتراضية التي أجريها منذ سنة، ولي الشرف أني استضفت 119 شخصية
عالمية فاعلة في صنع القرار من 32 دولة. فأشكر السيد الرئيس بأنه كان الضيف المميز أمس. ما كشفه هو أن أكثر من جولة استضافها العراق في المحادثات السعودية الإيرانية، أعتقد أنها جولة تانية. أنا أعرف أن الجولة الثالثة في عمان وستكون هناك جولات أخرى. الأجواء التي حصلت عليها ليس بالضرورة من الرئيس صالح وإنما أيضاً من مصادر أخرى تفيد بأن الأجواء إيجابية، ولكن هناك تمهل في السعي للتهدئة لاستعادة الثقة. ليس هناك هرولة إلى طرح جميع المواضيع على الطاولة. هذا ليس ثم هناك نارة. صدر كلام عن المسار السعودي السوري. لا أعتقد أن هناك علاقة مباشرة ما بين المحادثات السعودية الإيرانية وبين ما طرأ على الحديث السعودي السوري، ذلك لأن الموضوعين مختلفين ورعاة هذه المحادثات ليسوا أنفسهم. ولا أعتقد أن ما صدر في الإعلام عن قفزة في المواقف السعودية نحو سوريا كان صحيحا. هناك توجه نحو الموافقة على ربما بشروط عودة سوريا إلى الحضن العربي أو جامعة الدول العربية، ولكن تلك الأحاديث أو ذلك الكلام عن مقايضات ضخمة ما بين السعودية وسوريا غير دقيقة. يعني في الواقع ليست دقيقة. أنا أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة معنا بحدث اليوم، أستاذة رغدة درغام رئيسة مؤسسة بيروت إنستيتيوت، شكرا جزيلا لك. إلى فاصل نتابع من بعده بحدث اليوم. أنقرة عن السوريين في ليبيا ليسوا مرتزقة. المسؤولية ملقاة على وأنا شخصيا عادي نفسي مش عارف زمانك بتقول أنا قادرون على المتابعة والتغطية الحية والفورية على مدار الساعة، لأننا ننفرد بالوجود في بث إخباري متصل لـ 24 ساعة، أصبحنا الحدث. أهلا بكم من جديد. قال وزير الخارجية التركي مولود شوشأوغلو خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني هايكو ماس، قال إن القوات التركية في ليبيا موجودة بموجب اتفاقية ثنائية مع الحكومة، رافضا تسميتها بالمرتزقة. متفقون على ضرورة مغادرة المرتزقة للأراضي الليبية، لكن أيضا هناك اتفاقيات ثنائية مع الحكومة الليبية على بقاء قواتنا هناك، ولا يجوز لأحد تسمية تلك القوات بالمرتزقة.
تلعب تركيا مشاهدين منذ عقد وأكثر دورا أكثر بروزا في منطقة الشرق الأوسط، يراه البعض جزءا من استراتيجية توسعية تعتمد الإسلام السياسي نهجا لها بشكل رئيسي، حيث تدخل تركيا في مشاريع ليست عسكرية فقط وإنما اجتماعية أيضا واقتصادية لتسويق السياسة التركية في البلدان العربية. ويبدو أن ليبيا هي الساحة التي يبرز فيها هذا الدور التركي بوضوح، حيث تتغلغل وبشكل كبير في المنطقة الغربية من ليبيا. تمارس تركيا بحسب وصف المحللين ما يعرف بالقوة الناعمة داخل ليبيا. وكشف موقع African Daily Voice الأمريكي أن تركيا تشرف على فتح مؤسسات تعليمية في ليبيا، حيث أنشأت مثلا في عام 2017 مدرسة هدفها تجنيد الشباب لصالح الجماعات المسلحة. كما تدير تركيا وكالة التعاون والتنسيق المعروفة بوكالة تيكا في ليبيا، وهي وكالة مرتبطة بشكل رئيسي برئاسة الوزراء ووزارة الخارجية التركيتين، ومن خلالها يتم التسويق للسياسة التركية ولحزب العدالة والتنمية وأيضا زعيمه رجب طيب أردوغان. تهدف تيكا في ليبيا للتمهيد لدور تركي في مشاريع إعادة إعمار البلاد التي تشهد تنافسا كبيرا بين القوى المتصارعة في ليبيا. كما تشرف الوكالة على إنشاء مدرسة في طرابلس ذات الهوى العثماني، وذلك في إطار عملية إعادة إحياء العثمانية بحسب ما أشار إليه تقرير لصحيفة ديفلت الألمانية الذي كشف عن ضخ أردوغان أموال طائلة من أجل إحياء الدور العثماني في البلاد العربية ومن بينها ليبيا. على كل، لنناقش هذا الموضوع تحت عنوان القوة الناعمة التركية داخل ليبيا مع ضيفينا من بنغازي الأكاديمي والباحث الليبي الدكتور فرج نجم، ومن اسطنبول الأكاديمي والباحث السياسي مهند حافظ أوغلو. مساء الخير لكما، أهلا بكما معنا بحدث اليوم وعلى شاشة الحدث. سأبدأ مع ضيفي من تركيا سيد مهند. يعني اليوم في اتهام مباشر لتركيا باستخدام ليس فقط قوة عسكرية، هذا يوضع على جنب الآن، ونتحدث عما يوصف بالقوة الناعمة. كيف حضرتك ترد على هذه الاتهامات بداية؟ سعدتم مساء جميعا أستاذ لارا وجميع المشاهدين. يعني لا تفتأ بعض الأطراف أن تتهم تركيا في كل مرحلة وفي كل جولة، وكلما ذهبت الأمور نحو الاستقرار في دولة ما تركيا داخل فيها أو هي أحد الأطراف فيها، نرى هناك بعض الجهات تحاول أن تشوه السمعة التركية. تركيا عندما تذهب إلى ليبيا وتبني المدارس، تركيا تبني لا تهدم ولا تريد الهدم، تركيا تساعد الدول التي بحاجة إلى المساعدة في بناء دولها. التغاضي والتناسي التاريخ الأسود لبعض الدول الأوروبية كفرنسا وإيطاليا في القارة الأفريقية عموما وفي الشمال الأفريقي وفي ليبيا خصوصا، والتركيز على الدور الإيجابي البناء لتركيا في ليبيا أو حتى في سوريا أو في أطراف أخرى، هذا يدل على أن تركيا مستهدفة وأنها ادعاءات تطلق دون دليل عليها. يقول لك بس أنا أعتمد على المصادر التي لدينا، يعني موقع African Daily Voice يقول أنه بالفعل هي تفتح مؤسسات تعليمية، ولكن بنفس الوقت هذه المؤسسات هي لتدرب الشباب على الانضمام لجماعات مسلحة مثلا. يعني ما الفائدة من فتح مدرسة إذا كان الهدف منها التدريب العسكري؟ يا سيدتي، تركيا ليست بحاجة لأن تفتح مدرسة ومن ثم تدرب عسكريا هؤلاء الطلاب أو الأطفال. تركيا بشكل واضح وجهارا نهارا تمد الحكومة الليبية الشرعية بالمستشارين العسكريين وبالتدريب العسكري، وهذا واضح وجلي ومعلن وبشكل صريح. ليست بحاجة لأن تذهب تيكا وتفتح مدرسة تعليمية ومن ثم تقوم بتدريب الجنود أو هؤلاء الأطفال على القتال أو الأعمال القتالية. تركيا أوضح من هذا وأقوى من هذا. تركيا قوتها الخشنة أو الناعمة في وضوحها وليس في غمغمتها. اسمح لي أنتقل إلى ضيفي من بنغازي أيضا لنعرف رأيه. دكتور فرج، نعرف رأيك بما يقوله أيضا ضيفنا الأستاذ مهند، أنه هذه المعلومات هي بهدف تشويه سمعة تركيا. لا، مساء الخير. أولا، هي ما تقوم به تركيا حقيقة يندرج في حالة الاستفاف وتسعير الخصام ما بين الليبيين.
كنا نتمنى من الإخوة في تركيا أن يكون لهم دور أكثر اعتدالا وإنصافا في حل المشكلة الليبي، ولكن تركيا اختارت أن تصطف إلى جانب الذي دعم الإرهاب ودعم الميليشيات. لا ننسى بأن سبب هذه الحروب هو ما حدث بعيد الثورة في مدينة بنغازي تحديدا من اغتيالات ودعم لداعش ومحاولتها لجعل برقة إمارة إسلامية وما إلى ذلك. وعندما قامت القوات المسلحة وأرادت أن تخلص البلد من شرور هؤلاء القوم ولحقتهم أينما ذهبوا، رأينا تركيا تأتي وبقوتها وبقوة ناتو مع وتصطف إلى جانبهم وتدعمهم. وهذا حقيقة ما أساء إلى تركيا بقدر ما أساء إلينا نحن. نحن نتمنى أن تستمر علاقتنا مع تركيا علاقة مودة وإخاء وبزنس، ولكن تركيا اختارت أن تصطف إلى الجانب الغير شرعي الإجرامي. يعني مثلا دكتور فرج، حضرتك تحكي عن نفوذ عسكري، ولكن أيضا نسأل هنا، هل حضرتك توافق على ما ينشر الآن عن مصادر على أن هناك قوة ناعمة، يعني محاولات لإنشاء مدارس وإنشاء يعني معاهد للفنون ولكل ذلك لأهداف أخرى أو لا؟ والله أنا طبعا يعني لا أعرف مصداقية هذا الكلام، ولكن لا أشكك فيه، لأن تركيا تدخلت عسكريا كما تفضل الضيف ودخلت بكل قواها، فبالتالي الأسهل لها أن تدخل بقواها الناعمة، هي دخلت بقوة الخشنة. ولكن أنا ما أحذر أخواننا في تركيا منه هو نفور الشعب الليبي من هكذا تصرفات وهكذا السلوك، لأنهم هم كما قلنا تخنطقوا مع الأجانب الخطأ والميليشيات والعصابات والإسلاميين المتطرفين، وهذا طبعا قد يشكل عليهم خاصة بعد الانتخابات، عندما نرى حكومة منتخبة من الشعب الليبي ستلأ بنفسها عن هكذا علاقات مع تركيا. تركيا لديها الكثير في ليبيا التي ستخسره جراء هذه السياسات العوجاء التي اتبعها الحزب الحاكم. وهنا يجب أن نفصل ما بين تركيا كدولة إسلامية صديقة لنا لدينا تاريخ مشترك معها، وما بين الزمرة الحاكمة الآن التي تدعم في هذه القوة، قوة الشرق في بلدنا. نعم سيد مهند، يعني الدكتور فرج يتحدث عن رفض داخل ليبيا يعني بعض الممارسات التركية العسكرية وغيرها، يعني أيضا وزير الخارجية تحدث عن أنه هذا الموضوع بموجب اتفاقيات وزير الخارجية التركي، ولكن نفس الوقت وزيرة خارجية ليبيا تقول أنه هذا الموضوع يعني يجب خروج المرتزقة، يجب خروج كل القوات، وتركيا يعني رافضة لهذا الموضوع. طب ليبيا تقول كلمتها، سواء وزيرة الخارجية أو حتى ضيفنا اليوم، لماذا لا يتم الاستماع لها؟ وتركيا تقول كلمتها من طرابلس. وزير الخارجية التركي قال أمام وزير الخارجية السيدة نجلاء من طرابلس أن الوجود التركي في ليبيا قانوني وشرعي، ولا يمكن مساواة الشرعي بغير الشرعي، لا يمكن مساواة تركيا بقوات مرتزقة وقوات أتت بها أطراف داعمة للإرهاب. أرادت إسقاط طرابلس والحكومة الشرعية وأغرقت الكثير من البلاد في الدماء. كلنا يعلم من هو يدعم الإرهاب، كلنا يعلم من صاحب الأفران البشرية والمقابر الجماعية. تركيا لا تعمل تحت جنح الليل، تركيا تعمل بوضوح وتعمل ضمن دولة مؤسساتية لها سيادتها، وتحترم دولة مؤسساتية لها سيادتها وهي ليبيا. السيد دبيبة منذ يومين أكد على أن الاتفاقيات مع تركيا يجب أن تستمر لأنها في مصلحة الدولة الليبية ومصلحة الليبيين. تركيا تستمع إلى قادة وسياسيو الدولة الليبية. أما بعض التقارير التي تقول وتتهم تركيا جزافا أنها تسعى لمحاولة إعادة العثمانية الجديدة من خلال تيكا وغيره، لو كانت تركيا تسعى بالفعل إلى إعادة العثمانية، وهذا ضرب من الخيال ليس إلا فقط للاستهلاك الإعلامي، لكانت سوريا وهي على الحدود المباشرة مع تركيا، لكانت تركيا قد استولت على الأقل على الشمال السوري. ولكن تركيا أيضا في اتهامات لتركيا بموضوع الشمال السوري. أستاذ مهند، اليوم في مدارس تحمل اللغة التركية وتدرس اللغة التركية، في انتقادات لسلوك تركي مماثل يجري الآن بسوريا بالشمال.
هذا ضمن اتفاق مع الدول الراعية وضمن المناطق خفض التصعيد التي اتفقت عليها الدول، وهي حلول مؤقتة ريثما تجد الدول العالمية صاحبة إنشاء مدارس وشوارع شاملا كاملا لكل الملف السوري. إذا لم يبقى الملف السوري بحلة ولديه حل كامل لكافة إشكالياته من أصلها، فإن الأمور سوف تبقى بين جذب ورد، وهذه مناطق تخفض التصعيد هي مؤقتة. سواء يعني بسوريا الاتفاق ليس مع الدولة ولكن مع الأطراف الدوليين، بليبيا تقولون إنه الاتفاق مع الدولة، يعني بكل دولة عم بيكون في يعني تفسير معين يختلف، يعني هذا ليس نهج سياسي أو ليس مبدأ سياسي. يا أستاذ لارا إذا كان كل ملف وكل دولة لها وضعها السياسي القانوني المختلف عن الدولة الأخرى، ماذا تفعل تركيا؟ أليس سأترك الكلام وضع أيضا مختلف عن ليبيا وعن سوريا؟ يعني أطلنا بهذا الموضوع، سأذهب إلى دكتور فرج. أيضا دكتور فرج، يعني حضرتك كيف تعلق على هذا الموضوع؟ السيد مهند يقول أنه في اتفاقية الآن، وكلام السيدة نجلاء وزيرة الخارجية لا يعبر يعني عن الدولة الليبية. لا، هو كلام الدكتورة نجلاء المنقوش واضح جدا عندما طلبت بإخراج كل القوات الأجنبية والمرتزقة، وهنا تحديدا تقصد بالقوات الأجنبية هي القوات الرسمية التركية، والمرتزقة السوريين ومن لف لفهم، والمرتزقة آخرون أتي بهم إلى ليبيا. ولكن العجيب في الأمر هنا الشرعية هنا تغيب وتحضر. عندما جاءت تركيا إلى ليبيا أخذت الشرعية من البرلمان التركي الذي وافق وصادق واعتمد الاتفاقية من طرف واحد، ولكن الليبيون لم يعتمدوا هذا. البرلمان الليبي الذي أعطى الشرعية للحكومة الحالية حكومة البيضة لم يعتمد هذه الاتفاقية، رفضها إطلاقا. هنالك يجب أن يعرف أخوان الأتراك في مشكلة كبيرة خلقوا لنا. هذه الاتفاقية خلقت جدالا وخصاما، سيبقى ما بين الليبيين ما بقي تركيا في المشكل الليبي. عليهم أن يخرجوا من الحالة الليبية ويتركونا نحل مشاكلنا بأنفسنا، لأن وجودهم العسكري لن يجدي نفعا لا لهم ولا لنا. لدينا الكثير، تركيا ثاني أكبر شريك تجاري بعد إيطاليا. شوف إيطاليا كيف عملت بذكاء، لها قوة صغرى في مصراتها ولم تتدخل في شأن الليبي ومستمرة في العمل مع الليبيين، بينما تركيا دخلت بكل قواها، ويليتها دخلت إلى جانب الشرعية، لا دخلت لمعاضدة الميليشيات والمتطرفين الإسلاميين الذين هم الآن في سدة الحكم، وهذه إشكالية كبرى. نعم. بالتالي على كل الأتراك أن يعوا هذا الكلام. نعم. أنا أشكرك جزيل الشكر ضيفنا من بنغازي على هذه المداخلة معنا، الأكاديمي والباحث الليبي الدكتور فرج نجم، وأيضا الشكر موصول لضيفنا من اسطنبول الأكاديمي والباحث السياسي مهند حافظ أوغلو، شكرا جزيلا لكما. ومع الملفين التركي والليبي نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من حدث اليوم، شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.